واحد بيقول واحدة بتقول إني آنسة وأريد أن أتزوج، ولكن قال لي راهب عنده شفافية منذ 4 سنوات إني سوف لا أتزوج وسأتكرس في بيت أبي، وهذا كان بناء على رغبة مني ذلك الوقت، فهل ستتحقق نبوءة هذا الراهب؟ أنا ما أعرفش إن عندنا رهبان عندهم نبوءة. يا بنتي حكاية زواجك وعدم زواجك دي رغبة شخصية أمام ربنا، وليس له أن يتنبأ، لأن دي يعني هل ربنا كشف له ولا الكلام ده من فكره؟ والشفافية شيء والتنبؤ شيء آخر. جايز واحد عنده شفافية ولا يتنبأ، دي ملهاش دعوة بدي. مش عايز الرهبان يخشوا في زواج البنات يتجوزوا وما يتجوزوش، هو ماله الرهب ده؟ يعني هو يعني ايه دخل الراهب في الزواج وعدم الزواج والتنبؤات للبنات وانت اذا كنت عايزه تشوف مستقبلك ليه تروح للراهب يقول لك على مستقبلك؟ ما انتوا بتعكسوا الناس. سؤال: هل يجوز دفع العشور الى مستشفى سرطان الاطفال؟ يجوز طبعا، مستشفى سرطان الاطفال عمل خيري، ولما تدفع عشور يبقى وصلت لربنا. يقول: ام لابد من ذهاب العشور الى الكنيسة؟ اللي يريح ضميرك في العشور هو اللي تعمل. ضميرك بيقول تبعت للمستشفى، ابعت للمستشفى. ضميرك يقول في الكنيسة، ابعت للكنيسة. المهم انك تريح ضميرك وتكون الحاجة رايحة ربنا، رايحة ربنا.